بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات علم الدايجستيف دايجستيف موديول او الدايجستيف سيستم او الجهاز الهضمي. كنا بنتكلم تحديدا في موضوع الاستومك او المعده، وقفنا عند الهيستولوجي اوف ذا ستومك وول او التركيب الهيستولوجي للجدار بتاع الاستومك او الجدار بتاع المعده. وقلنا مع بعض ان انا اخدت قطاع من الميوكوزا او من الغشاء المبطن للاستومك، وده بنسميه الجاستريك ميوكوزا او الميوكوزا المبطنه للمعده. وقلنا انه اول حاجتين بيظهروا عندي على سطح الميوكوزا هي الميوكوزا الابيثيليال سيلز، اللي هي الخلايا ديت اللي هي المستطيلات والمربعات الكتير ديت، وبيبقى في حفر كده بنسميها الجاستريك بيتس. وعشان نفهم الفكره لازم ان احنا نجيب التركيب الهيستولوجي. اخدنا الايه الجاستريك ميوكوزا وتعمقنا بقى، يعني اخدنا الجاستريك ميوكوزا واخدنا كل الجدار بتاع الاستومك او بتاع المعده من اول الميوكوزا، تمام كده، للسب ميوكوزا، للماسلز او الماسكولاريز اكسترنا وسيروزا. احنا دخلنا مع بعض ان انا عندي اي منطقه في الدايجستيف تراكت او اي منطقه في الجهاز الهضمي بتبقى مكونه من الاربع قطاعات دول. لو انت فاكر يمكن احنا اخدنا رسمه مشابهه زمان، حاجه اسمها الهيستولوجي فيديوهات، الهيستولوجي بتاعت الدايجستيف تراكت، واخدنا تركيب عام للدايجستيف وول او الجدار بتاع الدايجستيف تراكت بيبقى عامل ازاي. وقفنا عند انه هو بيبقى عباره عن اربع طبقات رئيسيه، اللي هي الميوكوزا والساب ميوكوزا والماسكولاريز اكسترنا اللي هي العضلات والسيروزا. وقلت لك ساعتها انه كل جزء من اجزاء الدايجستيف تراكت بيبقى ليه حاجه بتميزه، يعني صحيح هما كلهم بيبقوا عبارة عن أربع ليرز أو الأربع طبقات دول، إنما كل جزء من هذه الأجزاء بتاعة الديجستيف تراكت، يعني سواء كان مثلا الأسوفيجا، سواء كان الاستومك، سواء كان الانتستين، كل حاجة من الحاجات دي بيبقى ليها تركيب مميز ليها، وبيبقى ليها حاجة خاصة بيها أو حاجة بتميزها. ويمكن لما نيجي نشوف الجاستريك بيتس، يمكن الجاستريك بيتس أو اللي هي الأوبننج اللي بتبقى موجودة في الميوكوزا أو اللي بتبقى موجودة في البطانة بتاعة الاستومك، يمكن هي من أبرز الحاجات اللي بتميز الاستومك تحديدا أو بتميز الجدار بتاع الاستومك. أعتقد إن طبعا أدي الجاستريك بيت وتعتبر أوبننج للجاستريك جلاند، بيبقى تحت هنا. لو احنا جينا لو ضربت هنا الناحية التانية، هو أخد الحتة دي كده أو القطاع ده، واخد بالك؟ القطاع ده عبارة عن جزئين، الجزء العلوي اللي هو الفتحة اللي هي بتفتح على الميوكوزا خلاص كده، أو بتفتح على السيرفيس أو السطح، دي بنسميها البت الفتحة خلاص كده. الجزء السفلي بقى اللي تحت ده بنسميه الإيه؟ الجاستريك جلاند. الجاستريك جلاند كأن أنت عندك غدد، أو كأن الجدار أو الميوكوزا أو البطانة المبطنة الاستومك بتبقى عبارة عن غدة، بيبقى ليها إفرازات كتير وسيكريشنز كتير، واخد بالك؟ ويمكن ده ان شاء الله تدرسهم بالتفصيل في علم الهيستولوجي. انا يمكن بفتح معاك، يعني انت المفروض تنتقل معايا دلوقتي، انا هشرح الجزء ده هنا، فانت المفروض تاخد بعضك تفتح كتاب الهيستولوجي، واخد بالك، وتنطلق انت مع نفسك، انما انا بفتح معاك بس ايه مع علم الهيستولوجي. يبقى انا اتفقت معاك، اذا الميكوزا اول حاجه عندنا الجاستريك بيت، واخد بالك، وتحت شويه كده هتجد الايه الجزء السفلي ده اللي هو الجاستريك جلاند خلاص كده. طيب اللايننج او الغشاء المبطن سيلز اللي هي الرئيسيه طبعا الميوكس سيلز خلاص كده. ما انا عندي هنا الايه، ما اسمهاش، بلاش كلمه رئيسيه ديت، لان انا في عندي حاجه تحت تسمى الشيف سيلز ديت، يعني ايه، انما احنا ممكن نقول الايه الميوكاس سيلز. الميوكاس سيلز دي الخلايا اللي هي بتبطن ممكن البدايه اللي هي الجاستريك بيت خلاص، او لما بخش على الجزء اللي هو السفلي ده اللي هو الجاستريك جلاند بتبدا تظهر عندي خلايا كتير جدا. بتبدا تظهر عندي حاجه اسمها البرايتل سيلز، حاجه اسمها الجي سيلز، حاجه اسمها الشيف سيلز خلاص كده. وكل يعني كل خليه من الخلايا ديت واخد بالك ليها دور وليها سكريشنز معينه وليها فرازات معينه وليها حاجات معينه وليها وظيفه معينه، وتدرسها في علم الهيستولوجي بالتفصيل. خلاص انا بلمس زي ما قلت لك، انا بلمس معاك بس خلاص. طيب يبقى انا دلوقتي عندي كلام جميل جدا، عندي في الميوكوزا اول حاجه عندنا الايبيثيليوم خلاص كده، وطبعا بقى الايبيثيليوم سواء كان بيحتوي على البيتس او بيحتوي على الجاستريك جلاند خلاص. طيب عندنا بعد كده نخش على الطبقه اللي بعديها اللي هي اللامينا بروبري خلاص كده، اللي هي اللامينا بروبري. ما خد بالك انا سواء كان انا كل ده كل دي سيلز، يعني كل دي ابيثيليال ايه، ابيثيليال سيلز خلاص كده. طيب تحت الابيثيليال سيلز هنجد بقى اللي هي الحته البينك، الحته اللي هي دي بنسميها الاهلي هو معلمها اللامينا بروبري، الحته دي بنسميها اللامينا بروبري خلاص كده. يبقى انا عندي اول حاجه الابيثيليوم، وبعد الابيثيليوم اللامينا بروبري، زيها زي اي يعني نوع تاني من الايه الجدران اللي احنا خدناها قبل كده في الدايجستيف تراكت. هنبص تلاقي هنا اول حاجه الايه الميوكوزا الابيثيليوم، والميوكوزا الابيثيليوم ده بيكون الجاستريك بيت في الاول، وبعدين بتنزل هنا في خلايا تكون الجاستريك جلاند، ادي الجاستريك بيت والجاستريك جلاند، ونكمل.